تحدثه أكثر من لغة ليس بالأمر السهل، كونه بحاجة إلى وقت طويل لمعرفة اللكنة وطريقة النطق صحيحة. لكن الذي أثار إعجاب الجميع، شاب عراقي يعمل بخدمة التوصيل تم تصويره وهو يتحدث بطلاقة ولباقة مع أحد الأشخاص باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويختتم حواره بمناشداته لرئيس الوزراء بأن يخلصه من مضايقات رجال المرور له رغم امتلاكه كافة الأوراق الرسمية للدراجة النارية التي يستقلها. مقطع الفيديو الذي سنشاهده أثار دهشة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا إعجابهم بموهبته في التحدث وإتقانه للغتين الإنجليزية والفرنسية دون أي تلكؤ أو خطأ. دعونا نشاهد الفيديو سوياً. Ça va? J'espère que vous allez bien. Là, on va donner votre manger. Ça va, frérot? Tu vas bien? Merci. C'est combien là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Eh, dis-moi comment ça va? Ça se passe bien la dernière vidéo, vraiment. Voilà, c'est le moment de faire la nouvelle vidéo avec vous. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Eh, les gars, comment ça va? I hope that you're doing well, guys. These guys who just make my first video, and I think the video is arrived because these guys are really wonderful guys. And at this time, the president, he was hear our voice, and we are clearly working normal. We got no problem. We are really okay. We don't make call. We don't do anything. We just walk as normal people in the street. And I hope that I will make new videos, and I will take my way to learn the English language and the French language also. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très très belle journée. Et c'est mon ami ici qui m'a vraiment vraiment fait toutes les bonnes choses pour moi dans ma vie. J'espère que toutes les bonnes choses pour toi aussi, frérot. Hein? Allez, vite ça, les gars. لغة إنجليزية وفرنسية ممتازة. كيف تفعل الرواد مع هذه القدرة لهذا الشاب؟ دعونا نرى على إكس. نبدأ بحساب يسمي نفسه تنتفور، علق وقال: هذا يسولف إنجليزي وأكو مدرسين أعرفهم عبود سكيبا أحسن منهم، وتاليها خطية يشتغل ديليفري. أما تعليق تالي كان لمناضل والذي علق يقول: مثل بنت أخويا عايشة بأمريكا، الإنجليزية عندها فل الفل، وهي مولودة هناك أصلا، من أجت للعراق حاطينها بالمدرسة درجات قليلة بالإنجليزية. التعليق الأخير على هذا الفيديو كان لمحمد والذي علق يقول: حكى الإنجليزية اللاتينية والإنجليزية الأمريكية، وحكى بالفرنسية، واللغات حكاهن بكل لباقة وسلاسة، والأكسنت مالته كلش صحيح، أحسن من خريجي اللغات. مشاهدينا، يبدو أن هذا الشاب رأى أن اللغة العربية لا تكفي لإيصال رسالته.